مدن يال حلبانة ذا حلقة عطسنا يا إني كراستو ذا فريستان حلبانة ذا حلقة عطسنا يا إني كراستو ذا فريستان هلا فريست مدن فريست فريست هلا فريست هلا فريستو هلا فريستو فريست مودل فريست فريست هلا فريستو هلا فريستو وير شيخ وير قران كهرنا بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدوميه مدن يال مانتو تاريخ دو كوبيغانتا هاي لاتني سجالكا بشا سدحاد سندى لبضو كنت بني تضبا كالفضي كوبات كل كيسي شنات مدن قدومي كورم كوالا بقول صدني اللح وعن كفرنا انا ايدها قران كريم كحلبان شيخ شاعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وما سنتهين مدن علي مروين وعن ربا ميديا يو هلو ذينا هذا الذي يدق دقاق هل يرى إن شاء الله دولا يرى هو شأن عروس يقولنا إن شاء الله أجندها انتانا بلابين وعن ربا وعن الله كياني موشينا الله كياني أولا ربا إن أجندها لغو درا وعن ربا أصحابتي كانت موشنكا وحرمنا ليسو إستاغان قفكي وآخرين لها فضل فضل سودو فضل 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 رالي هذا كاسمه كاسمه رالي هذا رالي هذا رالي هذا فضل تقتر قفكي آخرين لها إكيسة كنقرين لها غي آخرين لها وات اخر سو سوك سوك فريز هذه قاسمه
دكتور فريس. بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك قولها شعبك. حلمان نذا قولها شعبك. حبنا قولها وزير ذا. مرتشرف تكالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب. مدن قدومية. وحان ربع هالكان إن حبنا قولها شعبك ورتو ذكر سوجيديو. سوجيدين أي صحيحين. طبعا حلمان. و أجندها مانتي لقدري وعرب أمرك سدوا غرني أنا نخري بسم الله الرحمن الرحيم قدوميا قلها شعبك وجدو أرين دق دقة مدن قدومية أنا واحد اللي بعنا ذا مقاعد وذا يصحيح وذهوس كحسينهين وسكان هنا أنا قضب كل حذني السجالات يا دستور ك كميلجر ك جمهورية فدرال كسوماليا يقضب كل بعد فقردي سجع يقضب كل حيا لباتنات فقردي سل بعد يصدحات حراسات كقولها شعبك أنا وكدو لينا حال ذا أمني سياسات يا دغن دقالة يدلك وكجرو أنا وكدم غنا إن أبارها كهب سدي دلك الصومالية قلافت دد يدوية با رجدة كلية أو أي قبان أي تهاي قولها إن شعبك طبعا ليس مثلية هي حكومة عصبة لصادسي مدن قدومية وحان سحوش مدى يقدرين لكو قسو قدبين إن سوجيدين إن أجندها قولها الشعب كمان تو أربعة أو تاريخ أي تهي سقالي اللي باتن كبيش السدحاد اللي بكون يتضبيه طبعا لغو دارو إن عدك كالسوني السين تلو قادة حكومة عصوب إلا صادس حل دبان هذا سيحي سوجيدين تان حل دبان مهد محمد سلاد حل دبان داود محمد عمر حل دبان فارح عبد حسن حل دبان آذن إساق علي حل دبان نظيف وآذن إساق حل دبان محمود محمد سيسي حلبان محمد نور شمبرا حلبان مصطفى علي دحلو حلبان امين الشيخ عثمان حلبان عاشكوس محمود عمر وما سنت وما سنت يا سكن قرينا حلبان كاد فضل اذن ماركا وغوريت وعن سلامه يا قدوميها قولها الشعبك يقدون كويدين وحن كلو سلام يا مدنياشا قلها الشعب كصوماليات يدمان كسوق قلياشا وزير المقعون موشين كسوجيدين تو سوجيدي ولالك يحلبان ما حصلت ايان سياد وحوجينا يا كدي مرك ان قيميني او ان دغيسني او ان ودغ نغلاني ربيتان كشعب كصوماليات ايان وحان او ارغني ان ان حوجينو ان عودك ان سين وانا ما سنتين وان رجينا حلبانده قلها الشعبك ان امده صوماليات اي او هيلين دونان مانتا ايان غربين اوغ باهين أنا قرب استأجر وأنا مع سنتين. جيسو فضل. مع سنت قدومي مدنياش شرفت له مدن قدومي مدنيال. وحقيقة إن هؤلاء العروس لا ترى واسح لكن موجين كالغواتين أهل كأتكنتين موافق سنة شرعية محوها ينادقن اتيرك محوها أنكو تاجن هيا سواء سببين يا قدومي حراسات كبرلمان كغضب كاللحي لواتنات فرقذي سكوات وحيلي جيسا إن أفرتني سديت ساعة قدوه ضبور جرام كالصو أغرستو مدن قدومي مدنيال وحال نوكينتين او نولو قيبي دوكومنتي عدد كيسا وليقيا هاي انتاس حق ايان اولينا هاي انان افر الى افرتن اسديسا عدو انسوها غريسانو دوكومنتيغا وحاان كمغن وكوان كوحرين سي في يدي وحاان اخرين لهين كومو وحرو سيداس دراديد مدن قدومي مدنيال تستورك يحير غوصاتك نوت لكن يعني واح لوغ دعين يعني مين لوغ دعين أنها هيك سنو همي جينا أنوكو هادا مركا عن سيدا اللينا هاي ما هينا اللينا هاي واح بان ديدنا واح عربنا إنا نكسو عنو شرعيكي سحلا هاي نوت لكنا كاسو هاي كان عن دونينو إنا نهيك سنو آد بادو ما هسنتا يقدومي موشي كاسنا شرعي ما أها أساق الروحي سايا أه أساق الروحي سايا asaga ruuxiisa ayaa ah in la qaybiyo in noo la qaybiyo ilaa ay hadda mooshinka saaxibkayga uu akhrinay ma haya aniga gacantayda kuma jiro nool ma qaybin
ومعسنتهين أستغيسانو قف سو استاغي كارو مجرو الله وعين قف إي إيمان كارانا مجرو ومغلسان قف انتو يسو استاغ انتو هو إيمان كارا أبسولوت مجرو نيول ماشو فريق عانتها كتاغو هل كيسا سا آيا آيا عثمان حاجي فضل فريست وايدين جيدا واكو جيدا بروفسور إبي واكو أركا إن هي واحدة من أوجدنا أنا هرتي كم وقتنا وحان ربعنا ذي كعد صدى هل احترامه شرك هل احترام فديك قلا هل احترامه هل قيمة يو حالة أن كجرن إشكال عن هاي الموجودين قايل يبوق يفرت تاج مرة نقول ب ماشي سفرية عن تاج هل كاسة لوج يريا وما سنتين وما سنتين مدن قدومية مدن ياشا شرفت بدن iyo xukuumada magacaaban assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh een mudan gudoomiye golaha shacabka waa run maanta waxa hortaalo hawl aad u culus oo runtii u baahan taxaddar iyo fikr iyo runtii in la kor istaago barnaamijka xukuumadda ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre mudane gudoomiye sida xeer hoosaadka uu xilibaanka igoo horeeyay u sheegay waxa la ansixinayaa maaha ashqaasta ee waa barnaamijka xukuumadda saakaana loo qaybiyay ilaa iyo 10 qaybood ayaan u maleeynaa inuu ra'iisul wasaaraha waxyaabaha uu caqabadka ku sheegay ee uu kor istaagi doono ay ka mid yihiin waxaan u baahanahay laanta fulinta iyo laanta sharci dejintu waxa ka dhaxeeya waxa weeyaan hawl marka heshiiska ama contract-ka aan maanta wada galeyno waxa weeyaan inaan barnaamijkaas cid qabaneysa hawshaas iyo goorta ay qabaneyso iyo waqtiga ay ku qabaneyso inaan ogaano oo aan kula xisaabtano laanta fulinta mudane gudoomiye sidee dhaqanka hore u ahaan jiray in aroor inta wax la qaybiyo dad maarta motion iyo arimo siyaasadeed la abuuro mudane gudoomiye lagu ma toosin kara dalkaan waxaan qabnaa inaan shuruucda noo degan la raaco sida qodobka 26aad ee xeer hoosaadkeena faqradiisa koowaad ay leedahay ajendaha 48 saacadood ka hor ayaa fadhiga la soo akhrinaya mudane gudoomiye adigoo tixgelinayo danaha iyo dhibaatooyinka dalka ka jirto ma ahan hor istaagid iyo ma ahan inaan caqabad abuureyno waa nidaam iyo inaan runtii ogaano barnaamijka xukuumadda ee aan hadhowti kor joogteyn doono oo aan oversight ku sameeyneyno ila waxa laga rabaa golaha shacabka xisaabtan baa jiri doona ma aha diyo de marartu la adri ma aha madan gudoomiye waxaan cusaneyna anagoo kamida golaha shacabka ee aad ugu dhimrinaya dhibaatooyinka umadeena inaan barnaamijkaasi soo koobno waqti u helno 24 saac aan noqoto xitaa gudoomiye waqtiga 48 saac oo xitaa laga soo yareey laakiin inaan maanta la oranin waa loo codeynaya gudoomiye arinkaasi waa arin aan waafaqsanay saasana ka cusaneyna aad baad u maasantahay waa maasantahay Colonel Rush aamus fadhi waa maasantahay waa lagu siin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم قدومي وما أتسنتهاي حدوان الشرفت الله وما أتسنتهين وعيدونك السلام يا دمان سلامك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي يعني وحيان عيدا يا لو ذي حدوان وقدم بيسي وإيكاد لاين يعني قابك متقانا وحوي عن سحنت حكومة دا إن سدا أي سنة متقانا وكل عكرين وحوي سدا هذا الشيء وضبك اللحي لباتناد فرقديس كواد حيدي إيشك هروساتك وحوق قبا إن كهر أجندها أفرت نزيد ساعة كهر متى لو صد دره أجندها لكين أيه أنا كمان تلنا كيني نقول أو أدوين وأي أو أحبدا تابنا أيه أو برنامجك حكومة ده
هذا برنامج كي حكومة دايدو أن لا آخرين إن موشن كي لفتري كيس أن لا نقيبانين أنت لغو آخريو حدنا ليرة هذا لغو عطسو إن متقانا حكومة دي لغو أنسيحيو وحانو أركينا إن الشرعي لغو تومنايو دستور كي لغو تومنايو تا وحوية إني سندعين وايو كل جين واكدم قرينا دبات أي جرت لكن إن دبات دي لصهر مريو sharciigi ama dastuurki u yaalay xeer hoosaadka iyo dastuurki u yaalay dalkeen lagu tunto waxyaabaha na raadiyay oo anaga ma taqaana midnimadeen iyo dadnimadeen aan ku baabiineyno ay waxa way meesha nugul bay Soomaalida taabata sharci dejintina in lagu tunto ma aha waxyaalaha anaga dib noo dhigay waxa way in sharciyadi iyo dastuurki sida ay u qoriyeen in ma taqaana lagu dhaqmeynin gudoomiye maadaama anaga sharciyada dejinta aan nahay shuruucdi dalka oo degsan aan raacno ee halka la soo aqristo dadka Chinese hala siyo tan kale ma taqaana agenda hadii lagu soo darin wax meeshan ka soconayna ma jiraan aniga taasan qaba laakiin in laga dhigto marmar si waxa way awaar badalkii ka jirta waa loo geeyay waan u damqaneena waan ma taqaana ku taawkan iido awaar jirto awaar sharci ma bilaawan awaar ta muddo ay soo jirtay doorasho lagu galay xidhibaana lagu soo doortay waa loo ogolaayay marka مدحوينا لو قصد دورتي قدوم بارم لو قصد دورتي أنت دورش أنت ما تقانا وحوي أورت واجهت ذلك ما حلو قدام قوي مالك حد ما كل قيمة دم قشري بالله ونيسا ولي جد وان كدم قنيني وان جرتي يدو أورج تها لو قصد دورتي يدو أورج تها مدحوينا لو قصد دورتي يدو أورج تها ما تقانا قدوم لو قصد دورتي حد وحكومة دي مديدنا إلا أنسعيو أنا وح عنديدنا هي ملها لكن حل الراعو شروع ذا ذلك ودكسن هذه شروع ذي أنت يرعدي يرعدي ما تقانا فرح لقتكو وحب هجاجي مجران قدومي يعني وحيان أجسناهي سيسا حبيبي أرسول جيريين وبالله التوفيق حسين محمود شيخ حسين أوايدين جيدا بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومي قدومي كحيان كحلمان هذا دمان وسلامتين runtii hadal badan uma soo istaagin maanta waxaan qabaa mudan gudoomiye hadii doodan ay sii socoto maanta dhan doodan ay ku dheeraanaysaa ku soconayna sidaas daraadeed ra'iisul wasaarihi hanoo akhri barnaamijki hukoomadiisa soo gudbiyo waxaan qabaa in maanta la codeeyo codna gali motionka oo aan la ansixin hukoomada arintan sidaas noogu soo gabagabay laana waqti dib loo dhiga lama taagna waqtigii waxaan ku jirnaa maanta intaasan soo joognay 9 bilood wadankan wax xukuumad kama jirin wax shaqo ah kama jirin inaan hadda maanta aan ku qodob iyo xeer hoosaad aan galno waqtigiisa waa laga weeyaa waxaan qabaa ra'iisul wasaaraha barnaamijkiisa qaybiyo codna hal galiyo mooshinka hal loo codeeyo xukuumadana hal aansay aniga qof taagan ma siinay hadal sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe qof taagan hadal ma siinay ha isku daalina fadhiya halkeena fadhiya waa u jeedaan dadka waa arkaa waye waa maasan fariiso fariiso mukusiinay fariiso shaadan soo fariis soo gal يا الله لا هذلنا بسم الله الرحمن الرحيم انا الى هذا الشيء قفل هذا الكلام اجر وصلى على سيدنا محمد انا الى هذا الشيء قفل هذا الكلام الحلوان داس مدن قدومي يا ماتسن تهي دمان الى بارد شرفت لو سلامتين يوم ارتقلت شرف رئيس وزراء يا حكومه مغعاون كل وسلامتين انا ور بدن ما سو استاغين وحان ربا ان ما عرفت ارنتي هلباندي هرتيد مش كهدلي يو قاب كان انا سوافجيو سدان واركايو مدن قدومي سداد اوغتahay حدي موشن لكينو موشن كاس قدومكو اقبلو oon mar la akhriyo guddo ayadoo motionkaas meel la saarin arin kale in la galo nidaamka baarlamaanka ma aha hadda maadaama motion la keenay waxay ku haboon tahay labaantaad iga horeeyay ee si fiican u asiibay in motionka hadii dad anigu markii la soo jeediyay runtii ku qanacnay hadii hel dhabaan wax ka qaba ay hadleen waxay ku haboon tahay si culayska idinka gudoonka idin ka dego motionka loo codeeyo in hadda cod loo qaadahayo iyo in maartay moos la soo akhriisanaayo meeshii labaanad u banaanha la isku raaco waxaan ayidsanahay yacni maadaama akhriintii noo dhamaantay wasaaraha uu akhriin doono
سيها ولها أفضل إن ما أنت أطلق عن رأسنا أني تاسنا يتنا هاي وحنا لو كلا به كرا سأن أنت مرة نغنين مشينك أو هلاقا رو هدي أي بقول إستان هلبانة هدا هلاقا رو يرادين أتك هلاقا رو هدي هلبانة كلا بطن مركز الله سوا كريستو هذا دوم أحسن تاي قدوني أما أحسن تاي زوج تاي هلبانة الله فرشت الله فرشت الله فرشت الله فرشت نويل بقى ماشان كهل حقولي حقون أولي إنه هذا aragtidii si inuu dhiibtan xaq u leeyahay wax aan ku shaqeynayna kan waay waxaan idin ka rabaa inaan kan dambaqdan nin walba hadlayna kan uu ka hadlayaa waana leedin akhrin doona marka hala tartiib sadana maasantiin bismillaahir rahmaan rahiim gudoomiye oo mahadsan tahay waxaan rabaa aniga inaan meel yar ka taabto qodobada la sheegay walgood waa jeer lama fulin nimanka ka hadlaya dhahay waxa saajir waxa saajir waxa saajir waxa dheesxi waayeen afar sano waxa asxi weysan astaanta calanka oo hadda aniga markaan ku soo biiray aniga aan isku faanay dadkii la midka ah aan asxil oo la bedelay muuskadi oo laga dhigay marka hadda waxaan rabaa aniga anaga hawe magac haween ku hadlaya walaalheen ay raalka yihiin dadka dhahay dib ha loo dhigo maanta imisa qofooda baahi u dhimanayso ma ka warqabaan miya hiiraan ma ka warqabaan miya keeso oo hebelo kale ma ka warqabaan miya anaga maanta nooma dhaafayso gudoomiye waayo waxa waayo hawsha waa soo jiidatay intaas oo bilood ay socotay boqolkii soddonka haweenka annaga aan lahayn nalama siinin waan ku dhammaanaynaa dhallinyaradan waa ila qabaan marka aniga waxaan dhahaa hadda ilaa isku raaco wabillaahi tawfiq waa maasinti waa maasantihiin sacabka ha la joojiyey sacabka lama ogolo sacabka lama ogolo waana maasantihiin xeer hoosaadkana ixtiraam kan ha la ixtiraam inta hadashayba kan ay ka dhex hadlayaan meel kale oo ka baxsan kama hadlayaan inta hadashayba wada saxsan yihiin laakiin asagana rabnaa inaan wax ku saxan waana maasantihiin waa mahadsantiin gudoomi mahadan siina mahadsanid mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh aan is dhegaysanno qodobka ma ismaqallaa qodobka naas dhegaysano qodobka gudoomiyaha qodobku waa noo akhrin doonaa qodobka 26aad ee xeerosaadka oo khuseeya ajendaha maanta waa sax wuxuu qorayaa sida xildhibaanada qaar ay sheegayaan guddiga joogtada ah arrimaha golaha wuxuu diyaarin doonaa ajendaha fadhiyada soo socda ee golaha ajendaha waxaa loo qaybinayaa xildhibaanada golaha ugu yaraan 48 saacadood ka hor fadhiga loo dhanyahay qaybtaasi waa ku saxsan yihiin qaybta kale waxay sheegaysaa ajendaha waxaa loo tixgelinayaa in la ansixiyey haddii aysan ugu yaraan 10 xildhibaan ay bilowga fadhiga u gudbinin gudoomiyaha golaha mooshin qoraal ah oo wax lagaga bedelayo ajendaha iyagoo soo jeedinaya arrin degdeg ah hadalkaana haystaya iyagoo soo jeedinaya arrin degdeg ah mooshinkana waa inay ku saxeexan yihiin xubnaha taageeraya mooshinkii waana loo soo gudbiyey xubnaha taageerayana waa ku saxeexan yihiin fadhiga hortiisana way ahayd qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa ajendaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu daro ama wax laga bedelo waxaa gudoonka laga doonayaa inuu ku soo daro ajendaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan 50+1 ee tirada fadhiga arrinkaasi xeer hoosaadka waa ku cad yahay mudane gudoomiye waxaad jid u leedahay inaad cod geliso waa mahadsanta waa mahadsantihiin annagu waxaan rabnaa nin walboo hadlay xaqu u leeyahay aragtidiisa iyo fikirkiisa inuu dhiibto waana lagu ixtiraamaya waana ku mahadsan yahay marka waxaan ka wada hadlayn annagoo dhan waa xeerosaadka waa maasanta ilka cas waa maasanta gacanta deji
قاعد تدجي وما سنت شغلة هروقلينا موسينك وهو حضيننا إن شاء الله دولا يرادو هل كاسي نوغلان تهي وحن سوجي ديني انتو أقل أجندها إن لغو در موسينك قاعد تاكت موسينك أجندها إن لغو در انتو أقل قاعد تاكت إيا أنسحنت حكومة دا كجرت ها انتو أقل موسينك أنسحنت حكومة دا أجندها انتو لغو در انتو أقل قاعد تاكت أو هل ودينا ذا صوت تيران صوت تيران هل ودينا ذا صوت تيرانو صوت تيران صوت تيران ماذا ميسن؟ أي هل دجية؟ دجية 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 أنت ديدنك عن تاكتو أنت ديدنك عن تاكتو أنت ديدنك عن تاكتو دقصده هل وذانا ده دقصده ها دقصده أنا هل هو دقصده هل قعن هل قعن هل قعن لابا قعن ما هل قعن هل تريه نينك لابا ده قعن تتاقي شرعي دروا شرعي اكو قبر لا بقى عاد تاكت هل قعن تاك هل قعن واي لا شرعي اكو قبر هذا جي دجي 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 يا كاموسي اي مسا كاموست سو دقصدا قال ودانا اي مسا كاموستي على سو دقصدا مدني على مروين دقيه النفورة سفيا هلور دقيستو شقادة قبطينا لذين شيئا هذين كوم مهدسان لابا بقول إيا أفرتن إيا كو وإيا كورم شن إيا طوان وإي دي دي أفرنا وإيا كاموسي لابا بقول إلا باتي إلا با أقلاتي أجند أرى الوصة دروانا مهدسان تين
مدن مروين وحن ربعنا إذن حسوسيو رئيس الوزراء سوغلاي وحاخرين دونا برنامج حكومة دينكم حسن يان لبحن يان لبحن على فدي وعدوغان إسان قفكي يمادو حلبان أو صحيحة أو إسكبها وحلميد يهي قفا نماني لوكرة انت يكو قرنتا وما سنتي وانا الديوان قرن دونا هذا وقفا نسكبها هل احترامه فدي هل احترامه بوغ هل يريو ميديا هدق صدان هل فضي ميديا هل هدق صدان ميديا هاي ميديا هذا قصده كبح مش صعدوا هذا مستنوشين صعدوا رئيس الوزراء صعدوا فضل رئيس الوزراء صعدوا شغلها صعد هاريو صعد نو سو جدي واحد نو هاي صعد ترى بدن وحوق بدن ولقاه سوقي الله معصم هلا دقي استسفي هلا دقي است رئيس الوزراء برنامج كنا آخرنا يا بوكنا هلا يرايو بوقا هلا يرايو ميديا بوقا يرايان اما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مدان قدومي عبد الولي مدين قدومي مدن قدومي عبد الولي شيخ ابراهيم مدي قدومي كوحيغانكا قولها شعبكا مدن مهد عبد الله عود حلوان هذا شرفت له عيد مدى غلب كسيدا بهذا صحافة مرتي شرفتا دمان شعبك صوماليات مركوره وحان دين كل سلامي سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله ناجي عبد الله ناجي خرافك عبد الله ولا لا هاي قدومي هاي قدومي ما مغشان سوق على الورصة لا صار
كان من قوادلة مرة بحنا يساقي لي لبانا ذا شرف تله مدن يال يمروين وقهرين تي وحان إذن كغب محاد علينا يا سيدا أغلب يد بوحدالة يهد عدك كالسوني ذا إيسي سين كودي مارسو شرف وين أي إيتهاي إنان مان تهورتين إمادو سيان إذن كوكسو قدبيو برنامج كحكومة دا يا حبناها قلها وزير ذا فرن لها برنامج كاس سياد واجبات كين دستوري قه وجودتان وادعت كين كل سيد أسيسان سيد وكلا وحنو ما هذا علينا يا شعب كصومالية ومال والبو أي جوجان سيها قر الآن أه نصر دويي نوجن الدعي إن إلهي نلاقي رب قلا حلكن أذك عن شعب كصومالية أقادني. سيد الله سعطان اللي بعنا ذا شرف تله وحيسو قرتي ورقد وجدون كبرلمان كوي صغري شان اللواتن كي مارسو لبدا كون يتضبي طبنكا تاسو كصاب سنيد عبشوين كي مد قار كمده اللي بعنا ذا قلها شعبك وكو أدنيد قلها وزير ذا مجابن. عبشوين كاس او دليي انان مرلبات باللابو وضا تشيو اي كلوما قارا وان لي اي شي اللي بانا دا شرفت له سيدا درادد وحان تحقلين دونات تلوين كح اللي بانا دا شرفت له وحان سيدو كله دونيا انان اذين عدهيو ان اسماء حكومة دا ها تنجرتا انا اي وحسامين احكوية لن دونين أو تغيب سيجا مستقبلك. مدن يال يمر بوين حلبان ذا شرف طلع. أنا جو جدنا يا واجبات كدستوري جا سمعينا وذا تشي بلارن سيد عن هري ذن كوش يا جاي أيام وحن كوي لواتن كي مارسو لبدو كن يتضبي تبانك سنة كان صوم جا عابي حبنه قلها وزير ذا. أنا قاعد أول بكفيري حبناها قلها وزير ذا ومان تهل كم فردية وحلاقة فردية إن يفوليان برنامج كحكومة ذا إذن هري على سياد برنامج كاستجاه أقيم إنسان وحنسكت ده وانصار للسي قلها وزير وككوبان دمان قيبها بالشدة له خبرة أقوني كرتي سيدوكلا وحكوجرا قلها وزير ذا دلنيرو ما دام أن مالنتي هوري عن إذن هوري مد بلن قاضي إن دلين يرد عن سين دونا منادقار سي لوغو ديري قليو إن ايو استاقان وحقبت كدل كودا وحقبت كدل كودا دن تود دل تد كودا يدين تود قولها حكومة دو وحا إسنكالين موقتة قوله هوينكا وأدوك تهين إن أي مجب حذف كليهين حكومة دا أنصار لسي حقنا أي كليهين وحكلو كجرا خبرو أرما حقوق الإنسان كا يا قون يهنو كهول جل كراهير جلنتا معمول وناجا يا إصلاح حساب تنك الدولة نمو وحان هري هرتين نقبل القاضي إن عن مذا نانجار أحسين أيو أرما أبارة أنا جو بلنقات كاس كدولة يا وحان أبورني وزارة دا غرغاركا يا مارين تا مسيبوينكا سي آن سي دك دك أه وغو قرمنو شعب كينا يا حوالهينا واي ساميساي أبار كينتي معلول سيدو كلا وحان أصور أبورني وزارة داس إني ددجيسو قرشاها مستقبل كاللوغو هرتيق لها أبارهاس هل لبانا دا شرف تلا قدومي قدومي كحيان وحان إذن كفر حد قلنا يا إن ساكي كغيب قلي
مناسبات لغو قبطي قرون كا آدن عبده وكو ساب سنايد انان مرخاتي كان نقضو ديارت دي اغو ريسي او دولمات توصح كبلا وضاي مقدشو يدو اسع عطا مغالة نيروبي آنان لغو حكين دونين وجه مانتا لغا بلابو وحادكو بشاريسان ايسان حلبان نادا شرفتالي يا شعبك سوماليات با اناد نيروبي كتغي دونتان وقت غاوان يشي شرف يا كرامة مضا غوانكاسي وحاوكرد الشي بوغشادي ودوان مدحوينة جمهورية فدرال كتغي دالك كينيا يدادالو عنيقي مدحوينه آنو قلناي سيدي شعبك سوماليات way dibaato ku ahayd arrinkaas oo ku dhawaad 10 sano in aan ka qaadno dibkaas waxa kale oo arrinkani cadeynaya in hadii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka xubnaha golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan in aan gaari karno talaabooyin hufan oo wax ku ool ah dadka Soomaaliyeedna wax u tari kara halbanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa barnaamijka iyo ahmiyadda xukuumadda oo faafasan kuwaas oo hagi doona xukuumadan soo dhisay oo howlgali doonta marka aad siisan hadii Ilaahay yiraahdo xulka codka kalsoonida barnaamijkani wuxuu saldhig u yahay qorshaha howl maalmeedka xukuumadda way soo diyaari doonaan golaha wasiiradu marka ay la wareegaan shaqadooda gudahana u galaan hawshooda barnaamijka xukuumadu wuxuu ka tarjumayaa aragtida rabitaanka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed si loo meel mariyo himiladaas waxaa lagama maarmaan ah iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmarta hay'adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed halbanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin qorshaha xukuumadda ee 4 sano sida aad ku aragtaan barnaamijka hortiina yaala waxa udub dhaxaad u ah gaarista himilooyinka shacabka Soomaaliyeed waxaana mudnaan gaar ah siin doonaa arrimaha ay ka mid yihiin ka guulgaarista xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan sugidda amniga iyo la dagaalanka nabadiidka dhisidda iyo meelmarinta cadaalad garsoor hufan isla xisaabtan daahfurnaan iyo ciribtirka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha si loo ballaariyo wax soo saarka shaqo abuurka maalgashiga iyo dibudiska kaabayaasha dhaqaalaha kuwaas oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka saboolnimada halbanada sharafta leh gudoomiye ku xigeen mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan kulligiinba abaaraha ba'an ee dalka ka jira iyo saameyntoodu waxay halis u yihiin jiritaanka deegaano badan duunyo iyo nolosha dad badan oo Soomaaliyeed abaartu waxay saameysay oo halis ku sugan hadda ku dhawaad 150% shacabka Soomaaliyeed sidaa daraaddeed xildhibaanada sharafta leh waa lagama maarmaan in aan maal muruq iyo maskax isugu geyno sidii aan u badbaadin lahayn walaalahayna tabaaleysan inta aanay waxyeelladu isku bedelin macluul aafaysa dad iyo dunyo Soomaaliyeed ilaa maalintii aad sida sharafta leh kalsoonida baarlamaanka ii siisaan waxaan ku dhaqaaqnay tallaabooyin wax ku ool ah waxaan qayladhaan u dirnay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaan ku guuleysanay soo ururinta kaalmooyin dhaqaale oo ka badan $2 million boqolaal tan oo isugu jira raashin iyo daawooyin deeqahaas waxay nooga kala yimaadeen shacabka Soomaaliyeed ganacsatada qurbajoogta iyo dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay waxaa intaa dheer
deeqo lagu yaboohay oo gaaraya 20 milyan kuwaas oo iyagana aan rajo weyn ka qabno inay dhawaan soo gaaraan deeqahan aan ka hadlay waa kuwa anagu aan dadaalka u galnay ee kama mid aha kuwa ay dalka keenaan hay'adaha gargaarka bini'aadamnimada waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa kaalinta qaramada midoobay beesha caalamka dunida islaamka iyo carabtu ay uga jiraan dadaalka gurmadka degdeg ah gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxa midowga afrika oo si ay noo tusaan taageeradooda buuxda nagu soo booqday magaalada muqdisho sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dowladaha gargaarka noo soo diray oo la'aantooda ee dhib nagu noqon lahayd inaan u gurmanno shacabkeenna waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa shakhsiyaadkii adduunka caanka ka ahaa hadda ee bilaabay barnaamijka baraha bulshada si ay gargaar caalami ah ugu ururiyaan dadka abaaruhu saameeyeen waxay igu soo booqdeen xafiiskayga waxayna ballan qaadeen inay isugu yeeri doonaan maalqabeenno madax iyo ganacsatada adduunka qaarkood meel ka mida dunida si soomaaliya dadka ku dhibaataysan lacag loogu aruuriyo waxaa lagama maarmaan ah inaan sii xoojinno waxqabadka guddiga abaaraha dadaalada kale ee hadda socda sida iskaashiga hay-adaha samafalka iyo dalalka aan saaxiibada nahay waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay gacan buuxda nagu siiyaan sidii aan u badbaadin lahayn shacabka soomaaliyeed haddii ilaahay yidhaahdo marka aad codka kalsoonida na siisaan xukuumadda cusub kulankeeda ugu horeeya ee golaha wasiirada oo dhici doona insha allah haddii aad codka na siisaan maalinta berri ah waxaan siin doonaa mudnaan gaar ah howlaha gurmadka abaaraha iyo waxkaqabadka amniga waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa xubnaha golaha shacabka oo aan ogahay inay hiil iyo hooba la garab istaageen dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan ogahay inaad dadaal u bixiseen oo aad isku daydeen inaad xitaa dadka walaalihiinna gaarsiisiin qayb ka mid ah gunnooyinkiinna xildhibaanada sharafta leh hanashada nabad waarta waa himilada xukuumaddu ay ku tiigsanayso abuurista nabadgelyo buuxda oo shacabku ku noolaan karo taas oo meesha ka saaraysa cabsi iyo xadgudub sugtana xuquuqda iyo xorriyadda muwaadinka soomaaliyeed amnigu waa udub dhexaadka nolosha la'aantiisna lama gaari karo wax horumar ah sidaas awgeed sugidda amnigu waa waajibka ugu muhiimsan ee saaran xukuumadda shacabka soomaaliyeedna uu kula xisaabtami doono in amniga wax laga qabto waxay u baahan tahay fikir cusub iyo hanaan ka duwan kuwii hore oo ku salaysan geesinimo iyo go'aan adeeg annagoo haddaba taas ka duulaynaa waxaan tayayn doonaa hay-adaha amniga iyo ciidan qaran oo midaysan tayana leh kuwaas oo kasban kara taageerada iyo kalsoonida shacabka guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiye ku-xigeenka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin fikirka cusub ee aan doonayno wuxuu salka ku hayaa mabda' ah in amnigu yahay danta guud oo qof walba laga doonayo inuu ka qayb qaato si toos looga midho dhaliyo waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dadaal ballaaran oo lagu abaabulayo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan rumaysanahay in la gaaray xilligii lasoo afjari lahaa falalka argagaxa iyo amni darrada waxaan qaadi doonaa tallaabooyin cadcad qorshe midaysan iyo hanaan shacabku ku kalsoonaan karaan iyadoo la tayeynayo hay-adaha amniga loona dhammaystirayo agabka iyo taakulanta ay u baahan yihiin si loo gaaro guulo la taaban karo oo lagu xaqiijinayo himilaynta nabadaynta dalka gaar ahaan ugu horrayn caasimadda
waxaan xojin doonaa dadaalada ka hortaga marin habaabinta dhalinyarada si loo badbaadiyo afkaarta qaldan ee xagjirnimada loona abuuro jawi saamaxaya in loo helo fursado shaqo oo ay dhalinyaradu dalkooda ugu adeegaan. Waxaa kaloo diyaarinaynaa qorshayaal lagu xakameynayo ilaha dhaqaalaha argagixisada, laguna burburinayo xarumahooda abaabulka iyo tababarada. Waxaan sharciga la tiigsan doonaa ciddii taageerta argagixisada dhan walbaba. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, himilada xukuumadda ee horumarinta cadaaladda waxay ku salaysan tahay sarreynta sharciga. Helitaanka cadaalad iyo garsoor madax bannaan oo loo siman yahay, dhowrana xuquuqda muwaadinka goob walba iyo goor kasta. Haddaba annagoo taas ka duuleyna, waxaan ahmiyad gooniya siin doonaa hirgelinta nidaam cadaaladeed oo ku salaysan shuruucda dalka sida uu qeexayo dastuurku, kana dhaqangala dalka oo idil si loo joojiyo gabootfallada iyo cadaalad darrada saamaysay ummadda Soomaaliyeed. Dal aan lahayn hannaan hufan oo cadaaladeed ma gaari karo xasilooni, horumar iyo nabad waarta. Cadaalad darradu waa sababta keentay burburka iyo is-aamin la'aanta aafaysay midnimada iyo amniga ummadda Soomaaliya. Waxaan ogahay in ummadii aysan gaari karin horumar haddaanay lahayn nidaam cadaaladeed oo suga xuquuqda muwaadinka, ilaaliyana naftiisa, hantidiisa iyo xorriyadiisa. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, himilada xukuumadda ee kobaca dhaqaaluhu waxay ku salaysan tahay dabargoynta faqriga iyo saboolnimada. Si taas loo meer mariyo, xukuumadda waxaa ka go'an horumarinta waxbarashada, soo jiidashada maalgashiga shisheeye, iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dalka si aan u gaarno isku filnaansho la taaban karo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. Saboolnimada ka jirta dalkeenna ma ahan mid dabiic ah, sidaad ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin, ee waxaa abuuray colaadaha iyo xasilooni darrada oo rajabeel iyo darxumo ku noqday ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada iyo danyarta Soomaaliyeed. Dhaqaaluhu ma kobci karay haddii aynaan kordhin aqoonta iyo xirfadda, si wadajir ahna ula dagaalamin musuqmaasuqa, cadaalad darrada iyo amni darrada. Waxaan dhiirigelinayaa wax soo saarka dalka sida dhaqashada xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga, iyadoo loo marayo sare u qaadidda tayada farsamada, agabka iyo suuqgeynta. Gudoomiye ku xigeen, xildhibaanada sharafta leh, ujeeddada xukuumadda ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay ku salaysan tahay ciribtirka dhaqanka musuqmaasuq walba, heer walba iyo goob walba, si dib loogu hanto kalsoonida shacabka loona gaaro dowlad wanaag, daahfurnaan iyo daacadnimo. Musuqmaasuq meel uu ka jiro cadaaladi kama jirto. Musuqmaasuq meel uu ka jiro nabadi kama jiri karto. Musuqmaasuq meel uu ka jiro horumari kama jiri karo. Musuqmaasuq meel uu ka jiro kobac dhaqaale iyo adeeg bulsho toona kama jiri karaan. Dhaqanka musuqmaasuqa wuxuu curyaaminayaa horumarka iyo dakhliga dalka, wuxuuna lid ku yahay diinteenna iyo dhaqankeenna suuban. Annagoo haddaba la kaashanaynaa guddoonka iyo dhammaan golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaa naga go'an meelmarinta sharciga iyo dhisidda guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa si aan u ciribtirno dhaqanka musuqmaasuqa una xaqiijino isla xisaabtan dhab ah. Ilaa aan ka helno hay-ado ugu adeega shacabka maamul wanaag, hufnaan iyo waxqabad dhammaystiran. Xildhibaanada sharafta leh,
حدي آنن سوى ذجرة أو جس النملة آنن ولد جعل من مسوما سوا من نو صورت جليس إن أنسي جوكتها أو بهنو مشارات كي حقوق الشغاله دولدة إذا ماذا يصير كله حل بان هذا لبض أقوله بل سهدي آن لدجالن كمسوما سوا أمدون وأن هو إن حقوق ذا مواد كستسي سهلا أو حلال لجو هليكرو سيداس درادد وحان مانتا إذن كعقص أتصنا يا كل جين سي شرف له إن النقطة مالنتي عن باللوناي إن أنو يستأجنو عرب تركا مسوماسقة دلكن اللي بعنا ده شرف تلاه مو تنيال يمر وين دورشة ده قف يعط إيه أفر سنة كده وعيكو سلايسن تهاي جارتان كهنان دورشة أو حرة si loo helo dimuqraadiyad ku dhisan rabitaanka iyo xuquuqda doorasho ee shacabka Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay Soomaaliya waxay gaartay horumar la taaban karo gaar ahaan xulashada xildhibaanada iyo hoggaanka sare ee dalka waxaan ognahay in caqabado culus ka horeeyaan xaqiijinta qof iyo cod ee afar sano kadib dhici doonta hadii Ilaahay yiraahdo waxaa ka mid ah caqabadaha sugidda amniga, hirgelinta nidaamka xisbiyada, dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka, shuruucda doorashada, tirakoobka iyo afti u qaadida dastuurka. Laakiin waxaan hubaa haddii xukuumadda iyo golaha shacabka gudeenkiisu ay gacanta isqabsadaan una istaagaan shaqadaas qaranka Soomaaliyeed halbeeg u noqon doonta inaan si fudud ku gaari doono waxaan aaminsanahay sidoo kale sida kaliya oo aan uga gudbi karno caqabadaha inay tahay wada shaqeyn sidii markii hore aan ballan qaaday xukuumadda waxa ka go'an hirgelinta federaaleynta dalka dimuqraadiyeynta siyaasadda iyo xaqiijinta gaaritaanka qof iyo cod ee afar sano kadib hadii Ilaahay yiraahdo xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn hiigsiga xukuumadda ee adeegga bulshadu wuxuu ku saleysan yahay haqabtirka baahida adeegga aasaasiga ee bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyo nadiif ah iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha annagoo garowsan in sugidda nabadgelyada iyo cadaaladdu ay yihiin ahmiyadda koowaad haddana shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin dib u soo celinta adeegyadii kale ee dawladda sida waxbarashada iyo caafimaadka oo muddo dheer maqnaa. Maqnaashaasuna saameyn gaar ah ayay ku yeesheen danyarta, dumarka, dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaa xaqiiqa in awoodda dawladdu aysan waqtigan dabooli karin baahida ka jirta dalka oo idin xukuumaddu waxay sidaa daraaddeed ahmiyad gaar ah siinaysaa nabadgelyada iyo cadaaladda waxaa oo kale meel marinaysaa qorshihii iyo dhaqaalihii dib loogu soo celin lahaa adeegyada aasaasiga ah ee bulshada adeegyadaas waxay kaabayaan dadaallada nabadaynta iyo xasiloonida dalka himilada xukuumadda mudanayaal iyo marweyn ee dib u heshiisiintu waxay ku salaysan tahay soo afjaridda colaadaha is-aaminaad la'aanta iyo kala qaybsanaanta si loo soo nooleeyo haybaddii midnimadii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed inkastoo horumar la taaban karo laga gaaray isku soo dhoweynta shacabka Soomaaliyeed haddana waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro geeddi-socodka nabadaynta dalka arrintaas waxay shardi u tahay in laga dhabeeyo degganaansho siyaasadeed iyo amni iyadoo la soo afjarayo colaadaha taagan si loo xoojiyo kalsoonida iyo is-aaminka bulshada xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn dareenka bulshadu waa sidii loo heli lahaa siyaasad mugle oo wax lagaga qabto dhibaatooyinka dalka ka jira
أنت أين دخلسية حسيلوني درادة دخلسية حسيلوني درادة سبول نمدا إيو إسامين لعنتا شدا استرادة حكومة دو وحيد ذلك إذا كبر الله بيسا هشيسين تا ديجان ندا داقة يهود وذاكتا وعن جهد بدن جلين دونا كاميرا دالينتا وذهذلك ولا لهنا غوبالادا وقوي سوماليلاند وها حكومه كغوان اني غادو تلابا ولبا او حل نكون كارتا سيدي لغو هلي لها وذا جيركا يا مدنمدا ومدى سوماليات يدو لا تحجلينيو تبشر دكا ولا لهنا لو انا شرفت له مدن ايال يا مروين حكومه ديدو وحي ديارو تهي ان لا لا حساب تمو laga bilaabo maalinta aad codka kalsoonida siisan waxaan qorsheysan in wasaarad walba si gaar ah aan ugu la xisaabtano waajibaadkeeda shaqo waan ugu dambeyntii si xushmad iyo qadarin leh idin kaga codsanayaa inaad golaha wasiirada ee aan soo xulay aad ku aamintaan xilka culus ee xukuumadda سيو سورة قشو إن لغو قوليستو وحكا قبشادة دباتو ينكا بادان إن هوريا لا سيدا أبارها أمن الدرادة عدالد حمدا مصغ ماسوقا باحسن إيو مغناشادة أديجيدة بلشادة قدومي يكو حقين اللي بانا دا شرفت له مودان العيالي مروين دمان شعبك سوماليات وحنا من سنة هاي إلا قاري حلقي حكومة دا لبدا قولة يا شعبك الصومالية دو اسكو دوبان ايو يقليل الهايين دولد نمهوفن عدالد له وددك يا دلك اوهر سيدا هرمر يا برواقو اللي بانا دا شرفت له انيقو اوك إناد تهين هرمودكي ودنكا أغنى إن حكومة دو آني شقاين كرين إذن كلا أنتين دل كنا أو مهيم أتهاي إن أن قدقنو شرعية دا الدجسان وحان إذن كو تحقلينيا دروفها دل كجرة وحان سقد درين إيا حشمد له إذن كقعد سنيا إذن كو قدنيا واجبات كي ندستوريكا إناد برنامجك يا حبناها حكومة دا هرتي نفرديا عطسيسان عطك كالسوني دا سي اوقدتو شغوين لو إدمضي بالله دانا سيدي اوقو قرقاري لهيد شعبك سوماليات واي آبارتو دلوتي لقب باللابو ساحد دا عطسيسان كالسوني دا وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة وحان ربا انتان هولي كلا اقلن سكورت كحل لبانة ده احتاجن اوه وبيسان هكا ده احبان حب لبانة ده احبان بناك وصابحان سكورت كريز الوزارة كده احبان حب لبانة ده هو بيسان بحان كده احبان استاجه جيسكس ادعونا يسمالي حب لبانة وده احفر ياه هكا بحان قولوا اسحاق جرت هكا بحان هلاك بحان الله دحبا اما سنتين اسو غلانا حلبانه بناك جرا سو غلانا حلبانه بناك جرا سو غلانا بناك جرا سو غلانا اللبانة ده سوق قلانا
أبي حنا صلاة أنا وأنا بعمر أن تكون هنا يسوع. فريست مولي على فريست فضلا فريست شيخ دير وفريست شيخ دير شيخ يوسف فارس هل هو فريز 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 بكل احترام بكل احترام بكل احترام حلبانك انا الله حظا يا الله حظنا دينك بكل احترام فريز فريز وما سنت وما سنت فريز مدن هذا اللي قليا ولا عدين يا فريز بكل احترام وار انا بروسيجر وامرني وما سنت فريست بكل احترام بكل احترام فريست وإذن احترام يا فريست بكل احترام هذا بعد خيار الله هذا فريست هذا ضرب طبح أول وذا أنا ديار قروب هلا ديار قروب هلا ديار قروب ديار قروب ديار قروب آموس آموس هلا آموس هل دقيست وركي سفع هل دقيست حكومة دال أنسحين يا هل دقيست هل دقيست هل دق دقاق جوجي أنت دق دقاق هل جوجي هل جوجي دق دقاق وحدو عوضين دونتان حكومة دي برنامج كذا سفع هل دقيست انت اقل انت اقل حكومه دي برنامج كده قعدت اتاكد قعدت اتاكد هلا صوتري 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 هلا تري هلا تري هلا تريو
هلا دجيو انت ديدن انت ديدن قاعد اتاك انت ديدن تري صوت تري اموس حيركي ويدين قبانينا هلا اموس صوت تري انت ديدن على دجي على دجي انت كامستي انت كامستي هاتاكت قعنت انت كامستي جواب انا دينك سوغيا انت كامستي لاقصد سوغد بيا سوغد بيا كيرو ذا كان فريستا مودني على فريستا دايا دقدقاق على فريستا على فريستا نتيجة أنا كنت واقعنا فريستا جوجيو دقدقاق على جوجيو بكل احترام دقدقاق جوجيو نتيجة أنا كنت واقعنا مدني علي مروين نتيجة كرة واقع بإذن الله الكريم نتيجة مركان كرة واقع نويا الاستحياء هل السوق أسلوب الله فدي أنت دمن هذا مسترينا وما سنتين نتيجة وحيود هذه السيدة واحد ديشن يا طبعا وعكا مصي لابو وهاو غلاتي لابا بوغل افر لاباتن يا افر لابا بوغل لاباتن يا افر يا غلاتي سيدا سي انسى كتا حكومتا على صوت دياريو كتبتي على صوت دياريو قدومي محكمة السرى وعلى ربعينو داريو
حكومتي راي شيغاي وا اسلاحيا يا باكا مسافر سنا مسافر سنا كرسي صادق مرتب كرسي كان مرتب كرسي وكان كرسي كرسي على كان وعلى الله فريست على فريست حلبان او فريست ويلي ما دمان هوشيني هوشيني ويلي وحبا دمان وار هوشيني ويلي وحبا دمان وار مودن يالو هوشيني ويلي وحبا دمان الله فريست الله فريست وار الله فريست الله فريست هوش واحد من تا الله فريست هوش واحد من تا ويلي وحبا دمان الله فريست وار الله فريست مودين الله فريست هوش ويلي واحد من تا الله فريست وار حلبا وزير ذا الدار فريست يا فريست وزير ذا الدار الله فريست الله فريست الله فريست قدومي مع كم هذا سر وعرا صالح ييري وزير ذي ييري مقاعد ذي ييري ييري وزير ذي مقاعد ذي ييري ييري صالح سايو كله رين ييري بسم الله الرحمن الرحيم ييري ييري مظنة أبو كابتن مهدي محمد قوليد قدر رئيس وزراء معاك إزارك حيانك فضل مظنة حلدبان دكتور إيمان عبد الله علي فضل مظنة عبدي صالح سعيد جحا عبدي صالح جحا مظنة حلدبان دكتور عبد الرحمن دعالي بيلي عبد الرحمن دعالي بيلي فضل دعالي بيلي فضل مظنة عبد الرشيد عبد الله محمد عبد الرشيد عبد الله محمد فضل مظنة أمباشطور أمباشطور يوسف قراد عمر يوسف قراد فضل مظنة عبد الرحمن طاهر عثمان عبد الرحمن دقاني مظنة عبد الرحمن طاهر عثمان هلا بني هلا بني وزير هلا بني هلا بني جيتك وزير هلا بانو هلا بانو وزير هلا بني عصو قلاني هلا بني جيتك فضل بكل احترام هلا فريست يا أمباشطور جمال محمد حسن هلا فريست هلا فريست هلا قال لحظة مريم أويس جامع مظنة محمد عبد الله السلاط مظنة انجنير عبدي عنشور حسن عنشور لبان الشيخ نور محمد حسن مرو قطرة أحمد دعالي قطرة أحمد فضل كلا هذا كلا جيتك بنايا مظنة لبان عباس عبد الله الشيخ سراجي لبان عباس الشيخ سراجي مرو ديقة ياسين حاج يوسف فضل ديقة ياسين حسنتين هلا بناي انت هلا بناي كل احد ماشي هلا بناي انت هلا بناي كل احد انت كل احد انت كل احد ماشي بناي انت هلا بناي انت هلا بناي هلا بناي انت هلا بناي قدومي يا محكمة سراء قدومي يا فضل قدومي فضل سيد واو فضل وزير الاصلاري واحد
مودني على الفريسته مودني على الفريسته بسم الله الرحمن الرحيم. دستور كجمهورية فدرال كيكم الجاركة وحاحبناها حكومة يكون دارنا يان دارت الدستور جا يكون حسن قلب كان وأودي قصيدة تان حبي ولبنا ayiga daba oranayso ama dhamaantiin idinkoo kitaabka gacanta saaraya cidii aan cudurdaar lahayn waxaad iga daba oranaysaan waxaan ku dhaaranaynaa magaca ilaahay inaan xilkayaga u gudanayno si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowranna dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala wabillaahi tawfiiq maasantahay gudoomiye saalax yeer inta dhimaan soo yeer mudane xildhibaan injineer cabdirashiid maxamed axmed حلبان محمد أبوكر إسلام دعالة عبد الرشيد دعالة دعالة مظنة حلبان سعيد حسين عيد سعيد حسين عيد مروة دكتور فوزية أبيكر نور فوزية أبيكر نور مظنة دكتور عبد الرحمن محمد عبدي حاشي عبد الرحمن عبد علي مروة حلبان قديجة محمد ديرية قديجة محمد ديرية مظنة إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان جل عبد الرحمن مظنة أبو كاتي حسن حسن حسين حاجي حسن حسين حاجي مظنة حلدبان صالح أحمد جامع صالح أحمد فضل مظنة حلدبان بروفيسور سالم علي إبرو سالم علي إبرو مروة الدكتور مريم قاسم أحمد مريم قاسم أحمد فضل بسم الله الرحمن الرحيم وحاب قعنت سارتان وقعنت مدك سارتان مصحف كقف كان عدور دار لهين وحاب قد باخري يسان دور دارت الدستوري قاية يعني دين اخري دونه او اه سيدتان وحان كود دارانا انا مقع الهي انا الحل كياغا او قدنا انو سيدة عدأة oo danta dalka dalka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillaahi tawfiiq oo yar saalax inta kale yar saalax yar inta dhiman mudane gudoomiye wasiir dowlayaashaan bilaabaynaa mudane عبد القادر معالي النور مدن عبد الله حامد محمد مدن حلبان عبد العزيز حسن محمد لفت قرن لفت قرن مدن حلبان عبد القادر الشيخ علي ابراهيم بغدادي بغدادي مدن حلبان محمد علي حقا محمد علي حقا مدن حلبان محمود حير ابراهيم محمود حير ابراهيم مدن عبد الله فارح ويلي عبد الله فارح وهلي مدن عبد القادر احمد خير عبدي عبد القادر احمد خير عبدي مدن حلبان حسن معلن حسين حسن معلن حسين حلبان حسن معلن حسين
تعالى ولا كل احد قدوميا صدافه قول كبل عبد الرشيد بناي هذا قدوميا بسم الله الرحمن الرحيم وحق عنده سارتان وقعنته مدكت سارتان مصاحف تيدي هرت الله وحالي قدب آخرين إيسان دارتان دستوري قاية يعني دين لقيم الدونة أو أحسيدة وحان كود داران إنا مقع إلهي إنا الحلك يقو قدنا إنا سيدة عدا أودان تدالكا dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruuc kale oo dalka u yaala madana xildhibaan abdiraxmaan kulmiye xirse madana xildhibaan abdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabir مدني حلبان عبد الله حاج علي عبد الله حاج علي مدني احمد عبدي كاريه عبدي احمد كاريه مدني حلبان عبد الله بلا النور مدني عبد الحكيم حسن اشكر مدني حلبان عثمان ادم مدني عثمان ادم دوبو عثمان ادم دوبو مدني حلبان حاج علي الشيخ محمود نور مدني حلبان حاج علي الشيخ محمد نور حاج علي الشيخ محمد نور مدني عبد الله الشيخ علي قلوعو مدني حلبان عبد الله علاد ربله علاد ربله مدني مختار مهد داوود مختار مهد داوود مدني حلبان فيصل عمر قوليت فيصل عمر قوليت قدومي قدومي ساكا واحد من انت واحد من انت بسم الله الرحمن الرحيم كعنت مديك سارة way waxa la idin ka doonayaa in ay ka daba dhexdaan dhaarta aan idin la qiimi doono oo ah sida soo socota waxaan ku dhaaranaynaa magaca ilaahay inaan xilkayaga u gudanayno si daacad ah oo danta dalka dalka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala wabillaahi tawfiiq xildhibaan doctor xuseen cabdi cilmi xildhibaan faama axmed nuur xildhibaan cusmaan maxamed cabdi daalo xildhibaan xirsi aadan roble xildhibaan ibraahim yarow isaaq xildhibaan xaamud حلبان حامد علي حسن حامد علي حسن تفضل حلبان محمد ديري خليف محمد ديري خليف تفضل حلبان جمال حسن اسماعيل جمال حسن اسماعيل حلبان ساق حلبان سمرة ابراهيم عمر سمرة ابراهيم عمر حلبان مدني محمود عبد القادر ورسمه محمود عبد القادر ورسمه Yeah, come on, I have to.
بسم الله الرحمن الرحيم قعنت سارة مصاحفت قعنت مديك سارة يقانا دابا دها دارتا تان دستوريقا وحان كود دارانا إنا مقع إلهي إنا نحلك يقا وقودنا إنا سيدة على او دانتا دالكا دادك إيا دين تكوشرتو دورانا الدستور كقرنكا إيا شروع دك دالكا ويا الله وبالله التوفيق مدنى حلبان عبد الناصر سعيد موسى مدنى حلبان عبد الكريم قليف الضلع مدنى حلبان عثمان حسين عثمان حسين مدنى حلبان عبد الله عمر ابشرو عبد الله عمر ابشرو مدنى حلبان احمد عمر اسلاو احمد عمر عثمان مدنى حلبان عبد الرحمن ايذان يونس عبد الرحمن ايذان مدنى دكتور عيسى وهليه مالن عيسى وهليه مالن مدنى حلبان عبد العزيز عرمان عرمان عبد العزيز عرمان مدنى حلبان عثمان لباح ابراهيم لباح ابراهيم مدنى حلبان علمي عمر عين سنه علمي عمر عين سنه بسم الله الرحمن الرحيم وحالي قد بطي دا هدان دارتن دستورغان ادين اخري دونا او احسيدتن وحان كود دارانا اينا مقع الهي انان حلقا ايقا انان حلقا ايقا وقودانا اينا سيدا على او دانتا دالكا دادكا يا دين تكوشرتو دورانا الدستور كقرنكا يا شروع لك لو دالكا ويال وحنا جعل انت سيدو دارتو نو ودان ان ان كلمه ير او دردارنا ايدي كو دارو انا كا عسن يا غدونك دارت دردارن كايغو وخه يهي مودنا فريست فريست وحيران نهار فريست دردارن كايغو وخه يهي وحصول مايستر ماي أما سوق وقوبي مانتا باسمه واحدة شرع الدجنتا وهو ريسي ودورشا كويمي باسمه واحدة فلنتا وكبلا مايي مدحوينها حلست رئيس الوسارة حلست حكومة ياسح ديدي وحنا مسنا هاي أوردبة إن أيضا مايستر مين اسمها لبها يدود وواوين وهيدها قرنكا وحادي الحصوصين يا إنا يدين تالو إن دب إن لهرو مري أو لا تييو واحدة دستور واحدة قرصوركا أو أه واحد مهمة سي أي أواد ويا لتو إنا يسود اللي ترتو حقوق ذا موادين كا يلا حساب تك الدولة ده سي أي أواد ويا لتو إنا يسود اللي ترتو وأحاها كل دول إيه دستوركا سي أي أواد ويا لتو إنا يهرو مريسو كنا كشرعية يا عدالة ده وأنا من هالسنتين على فريستو رجال كلمة سينين على فريستو على قادو كراسنا على قاميسنا على قادو كتبنا على قادو فضل رئيس الوزراء فضل كلمة هذا كو أدن فضل وحير على فريستو
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن بسم الله الرحمن الرحيم قدومي كحيان اللي بعنا ذا الشرف طلع قلها وزير ذا شعب كصوماليات مركو هري وايد سلامي مرك الله بعد وحن محد بلارن وجيدنا يا قدومك بارلمانك وسي حشمد يا كرامه اي كجرتو ودادهيي برنامجكي بارلمانكا كنا شقايا سي هوفن او وافقسن دستوركا وحان اوغه مهاد علينايا سيده اي كو دهانتahay kartida iyo hufnaanta ay dalkooda ugu shaqeeyaan waxaan uga mahad celinayaa shaqada ay dalku u hayaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada gutay waajibaadkooda dastuuriga سيينا حكومة أنصار الشيء أقبلات أغلبية ده ويكوش شقين كران وعن رباكو إن أنا هل كان دينك كشيعو آد أي نوع علوس تاي هل كاد نور ديبتين وحن إذين بلن قاد أيا إن أنا لحس ثابتام الدانو وزير والبو حكومة ده كم ده وحن إذين بلن قاد أيا إن أنا نحمل فدين دونين وأن دبجلي دانو شقدا أي هيان si loola xisaabtamo qol qof walba oo dalka u shaqeeyo xilibanada sharaf leh inta codaysay iyo intaan codeyn baa waxaan idin sheegayaa in dalkeenu uu noo baahan yahay anagoo wada jirna cid walba albaabkeygu waa u furan tahay talo iyo tusaalena diyaar ayaan u nahay sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa kulligeen anagoo ah inaan danta dalka aan ka hormarino wax kasta oo na hortaagan cabasho walbo jirtana inaan ku xalino isurfariisi wada tashi iyo ixtiraam mar labaad waxaan idin ballan qaadayaa inaan shaqo geli doono xukuumadda isuguna yeeri doono shirki ugu horeeya golaha wasiirada maalinta berita oo khamiista ay tahay inagoo ahmiyadda ugu horeysana saari doona amniga iyo wax ka qabadka abaaraha وما تنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حسنت يا مدير رئيس الوزراء. ما حسنت هذا أنا وحنا كسود وين يا. هذا أنا وحنا كسود وين يا كسيم أحمد حوينا. أنا قدومي أبا رمان كفضل. مدير جواري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مدن قدوم يا مدن أيال لما مواطنين تا قبط جوكتا يا لما شعبك الصومالي الميل والبو أي جوغان إيقا قدوم السلام ديرا هي قدرين قارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كهذا لا يمجع مدحينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدنى محمد عبد الله محمد فرماجو وحاء ويقعد صدقنا إن سو جارسيو وإسامري إن مهد جارة أو قدرين جارة إيو حرمة جارة ووها إيو قلها الشعب كإيو برلمان كفدرالية لبدي سي أقل سير إزدوج جوجة لما نسو جديمه يسي أدو أنسي حسين قبل أبو تومر كي أستغل سبورة أدو دورتين أيكو حكتي سوى مقا عابدة رئيس الوزارة رئيس وزارها حسن علي خير إيو لمان مانت أن قوب جوك أنهاي سيدة بورة أو أدو أنسي حسين حكومة دي أصول لسي رئيس الوزاره أو مقا عابي مهد قارة إيقا قدوما أيو إصافر إنا إنسو قارسيو أرنتا حكتا وحا سيدة هدو رئيس وزارها وكرنا واجيي قولها الشعب كوحو كعود صنايا إن سيبو حدا أو ديك ديك لو وذا قنتدو إن شعبي غينا آن كبد بادينو آن او قرمانو لماان أبارها ميشا جرتا إيو أنا كورنا إسكا عما هايسانو حكومة قولها الشعبي أقل ساري إيو قد ديگا أبارها غرغار كاللوحي الساري ولماان أنا كورنا إسكا عما هايسانو
إن حكومة أي سنوان أي سوسة مين دورت برنامج أو سيدا أولاق صاحب بادن لهير قيلين أيو أو أنكو اسمقعما إسهيسانو أن قرمت كاسي أوديار قرون وحاكالو أو بلان قادي إن ودا شاقين أي كرد حين دونتو قولها شعبiga أقل كسره أي حكومة دا ودا جر أي وشاقين دونان إنتا وا إنتو إصافري مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليات إنا إنسو قارسيو مهداسي من فضلكم كقدومة ومدحوينها يا إصافري أرمهاسي إنا إنسو قارسيو أرنت حكتا أنو النقضة أصل كيغا أو قدوميها برلمان كا وحا مدن رئيس الوزاري مانتو الأنسيحي وزيرة دا وحان لينا هاي أنك حنبالي من إرانو قربكين الهقالو وحن إذا كفلنا هنا وحويين فلين قلها الشعبك وحرساتك متلا شعبك لكن قعمه السيئو أدمها أكون لقاقه قلها الشعب وإذنك سادة رادت ما سأرمها أي نقصوه القلان وحن سوى جيدين هنا أما سيد أقضى قضبك لحظاً إلى بعد حرساتك قلها الشعبك إن برنامجك أمانت إذن قيبيي أما إذن سيئي رئيس الوزراء هي حكومة ديسا فلنقين تيسي إيو كوضا هذا الكيسي إن عن ديبو قردك نو إلا إيو إنتا عن كردسينو قدية دا برلمانك أو عن فيلا يو أسبوع عصاص عذاب إنا لما يسترنو سيدا قردك صاحب بضان كبعدين وزير كستبا وحا او يرن دورا قدية او أباران سي أيو قوضا حاجو دان برنامج كو رئيس الوزراء صور لغي سيدي لو هيرقلين لها أما لو فولين لها مدد صاص عطا si ay howlaha iyo xilalka la fulinayo ay u cadaato intaasii waa iga dardaaran waxa kale hadda muddadii ilaa December markii la furay golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka guud ahaan la furay kal fadhiga kan wuxuu ku eegayay 26ka abriil howlaha u yaal oo degdeg ah ilaa hadda waxaan ku soo jirnay dhismooyinka hay'adaha dawladda madaxweynihii baa la soo doortay barlamaankii waa la soo doortay madaxweynay doorteen raisul wasaaraha la keenay xukuumadii la sameeyay wili waxaan noo dhiman dhisid hay'ado kale oo muhiim ah waxa aan rabnaa in inta aan golahan iskal fadhiga kan oo koowaad ee baarlamaanka tobanaad inta aan la xirin in gudiyadii baarlamaanka la dhiso hadii la yiraahdo iyo hadii imarata miisaaniyadii oo laga maarmaanka ahaana la mariyo dhammaan howlahaas markay dhamaato in istaraatiijiyadii afarta sano ee golaha shacabka loo gudbo ayaan milmarin doonaa haddii la yiraahdo kabacdina waa golaha maxaa la yahay kalfadhiga meeshuu noogu xirmi doonaa dhammaan waxaan idin leeyahay hambalyo waa golaha shacabka waa arrin maanta ay ku faani karto shacbiga soomaaliyeed gole oo sidaa u shaqaynayo dhisaayo si dimuqraati ah u codaynayo si dimuqraati ah asagoo ka tarjumaayo rabitaanka shacbiga dareerinayo barnaamijkii lagu horumarin lahaa iyo sidii loo hagi lahaa soomaaliya maanta ay joogto meel ka wanaagsan loo geyn lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin hambalyo waana golo shacbi oo aan maanta ku faani karno shacbiga soomaalida uu leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay kusimaha madaxweynaha shirkan waa noo xorin yahay shacabka ay xilwanaadiisu ku meelmariyeen oo codka kalsoonida ay ku siiyeen xukuumadda iyo barnaamijka xukuumadda oo dhawaan soo diyaariyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaane isla markaana baarlamaanka la hor keenay hadaba kulanka baarlamaanka waxa uu ku bilowday iyadoo la gudagalay ajendadiisa la keenay xilwanaadu baarlamaanka ay keeneen mooshin kadibna ajendaha lagu soo diray ansixinta xukuumadda saasina lagu fudeeyay ra'iisul wasaarena uu ka mahadceliyey waxaan eegi doonaa hadaba qaabka ay u dhacday waxa ay la falqeyn doono oo ila jooga أستاذ يوسف حسن وأتقانان وأصحابي رق عداء إسلام مركا أنا مدوك سو جري إسحاف دا هذا أنا تفترها ورجيس حقيقة تايمز ميل بدن كتير شغيل أستاذ يوسف مركا ده كسر برلمان كمان تكون كيسي وأهم حاجة عجبة بسم الله الرحمن الرحيم كنتي وحياة مالين مهمة أول سو جيي وحي ماشي كسرتي كل كان مانتا يعني أنت قلا وزير رده baarlamaanku aqlabiyadku ansixiyay waxay meesha ka saartay ku tiri kutaantii ahaa baarlamaanku inuuna ansixin doonin in khilaaf guddoonka iyo dad kale jiro waxaasoo dhan ay meesha ka saartay guddoomiye ku-xigeenkii ayaa guddoomiyey si wanaagsan u maamulay qof kasta waxaa la siiyey codkiisa si xor ah guddoomiyihii ayaa oo madaxweynaha ku meelgaarka ah hadda ayaa ugu dambeyntiina u hambaliyey wasiiradii ayaa la dhaariyey waxaa
baarlamaankii iyo xukuumadii isla wada qaateen inay muhiim tahay xaaladda dalku ku jira awgeed in aan maaragtay howlaha la fududeeyo oo aan waxba la hor istaagin oo xisaabtanka gadaal loo dhigo. In la xisaabtamo waa waajib, wasiirada lala xisaabtamo, xukuumadda lala xisaabtamo, xildhibaanaduna xaqay u leeyihiin. Kuwa u codeeyey iyo kuwaan u codeynba waajib dastuuriga gudanayeen, laakiin waxaa la wada go'aansaday xaaladda lagu jira awgeed in xisaabtanka gadaal laga xisaabtamo. Runtii waxaan dhihi karaa waa tallaabo muhiim ah oo baarlamaanku ku dhaqaaqay, laguna soo afjaray hawshii saddexda bilood soo socotay ee doorashada oo maanta saacadda laga bilaabo dalka uu leeyahay xukuumad. Golaha xukuumadda ayaa laga rabaa waajibkooda inay gutaan. Ra-iisul wasaaraha khudbad oo aad u qiiro leh ayuu ka jeediyey, barnaamijkiisa soo bandhigay, musuqmaasuqa inuu la dagaalamayo iyo ayuu sheegay lagalana shaqeeyo, waana arrinta ragaadisay Soomaaliya. Marka runtii hididiile ayaa muuqda, ciddii wax qaladana waa loo wada jeedaa. Way aad baa maadsan tahay Ustaad Yuusuf Xasan oo saxaafi rug cadaa ahna taftir ahaa wargeyska Xaqiiqa Times ayuu ahaa. Haddaba waxaan rabaa daawadayaasha TV-ga iyo dhegeystayaasha raadiyo Muqdisho inaan wax yar u micneeyo sababta keentay in kulanka maanta uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad. Dastuurka dalka u degsan qodobkiisa 92 farqada waa qodobkii 94 farqada labaad ayaa tilmaamaysa in haddii gudoomiyaha baarlamaanku uu yahay kusimaha madaxweynaha dalka, shaqadii golaha shacabka uu la wareegayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad, taasna maanta ay ahayd sababta uu u shir gudoominayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad, iyadoo ugu dambeyntiina uu kusimaha madaxweynaha dalka ahna gudoomiyaha golaha shacabka uu u mahad celiyey baarlamaanka waajibkooda si ay u guteen mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, sidoo kalena u hambalyeeyey wasiirada la ansixiyey. Guud ahaan dhegeystayaal daawadayaal, tabinta tooska ahayd ee golaha shacabka aan idin kaga soo tabinaynay, haddaan nahay bahda telefishinka qaranka Soomaaliyeed, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaa tabintan hogaaminayey oo markaa hormuudka ahaa Macalin Qays, waxaa joogay injineeradeenna oo ugu horreeya injineer Fuad Muxudiin, Axmed Cabdiweli, kaamirmaanada faraha fudud ee kale ah Cabdiqadar Cabdullaahi, Ibraahim Catoosh, Cadnaan Marduuq iyo Axmed Beebe, iyo sidoo kale Cabdi Aadan Xasan. Dhammaanteed oo isku doon waxaan idin leenahay nabadgelyo.